عالم يموج بالكوارث، فيضانات وأعاصير وموجات جفاف يروح ضحيتها كل عام آلاف البشر، لكن من يقف وراءها هم بشر آخرون زادوا من حرارة الكوكب وأحدثوا به تغيرات مناخية يصعب إيقافها. وبعد سنوات من تحذيرات العلماء لم يعد الأمر محل شك، وإنما أصبح خطراً داهماً يحتاج لأن نفهمه ونسرع في التعامل مع الأزمة قبل أن تداهمنا جميعاً، لأنه التحدي الذي يهدد مستقبل العالم. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تحلية المياه كأحد الحلول لمعالجة الجفاف الذي أصبح يهدد أوروبا بقوة، كما نستعرض كيف تساعد الأمم المتحدة الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية. فأهلاً بكم في حلقة جديدة من مستقبل العالم. هنا القاهرة عاصمة الخبر، 125 دولة حول العالم تعاني موجة شديدة من الجفاف نتيجة التغيرات المناخية. العلماء وصفوا هذه الحالة بالأسوأ على مر التاريخ، والتي تؤثر على الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل. فهل ستكون تحلية المياه هي الحل السحري للخروج من هذا النفق المظلم، خاصة بعدما خاضت عدة دول تجربة تحلية مياه البحر لتوفير المياه لشعوبها؟ حول استخدام تكنولوجيا تحلية المياه في مواجهة أزمة الجفاف ينضم إلينا من استوديوهاتنا في القاهرة دكتور مصطفى بدوي، رئيس وادي العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل والخبير المائي. أهلا بك دكتور. في البداية، ما أهم تأثيرات التغيرات المناخية على مصادر المياه، وهل هناك توقعات بزيادة هذا التأثير خلال الفترة القادمة؟ صباح الخير جميعا. يعني أنا بشكر حضرتك على السؤال، وطبعا المنطقة العربية والعالم بأثر بيشوف تأثيرات التغيرات المناخية، وإحنا ملاحظين بشدة اختلافات سقوط الأمطار وكميات المياه المتوقعة في أماكن كثيرة. وطبعا كلنا بنلاحظ التغير، ومن خلال التغير اللي بيحصل ده محتاجة الدول تاخد خطوات غير مسبوقة عشان تقدر تواجه وترفع من قدراتها على تحمل هذه التغيرات المناخية. الجفاف بيضرب أماكن كثيرة جدا، وفي نفس الوقت
دلوقتي بنشوف المياه بتسقط عندنا في اماكن غير متوقعه وبتسبب برضو ازمات في التعامل معها. وعشان كده معظم الدول بتحاول المعارضه لهذه الطفرات من التغيرات المناخيه الى التعامل بحرفيه مع هذه التغيرات، سواء في تلبيه احتياجات المواطنين من المياه او التعامل مع الازمات المائيه المؤثره على الانشطه المختلفه سواء الزراعه او الصناعه او تلبيه احتياجات المواطنين. طب دكتور، تحلية المياه هي واحدة من ال اتفضل. طبعا تحلية مياه البحر واحدة من المصادر اللي بتعتمد عليها دول كثيرة جدا، ويمكن منطقتنا العربية من المناطق المتأثرة بشكل شديد، لأن احنا بنعاني من ندرة المياه نتيجة ان احنا عندنا زيادة في السكان وفي نفس الوقت قلة الموارد، فبنتعدى خط الفقر المائي. وبالنسبة لنا تعامل مع او تحلية مياه البحر واحدة من المصادر الأساسية اللي بنعتمد عليها في كثير من البلدان عشان تغطي احتياجات المواطنين. ما هي المصادر الأخرى إذن دكتور مصطفى لمواجهة شح المياه بجانب تحلية مياه البحر؟ التعامل مع منظومة المياه بنتعامل معها بمنظوم شامل بيسموها استراتيجية التعامل مع المياه، من خلال ان احنا مجموعة محاور. المحور الاولي ان احنا عمليات ترشيد الاستهلاك او الاستخدام الامثل والرشيد في استخدامات المياه، وده معروف في كثير من الدول اللي هي الووتر كونسرفيشن وعمليات الاستهلاك وعملية ترشيد استهلاكنا ليها واستخدامات تكنولوجية مختلفة عشان اقدر اقلل الاستهلاكات في نفس الوقت ما بغيرش من المتطلبات اللي عندي. الجزء الآخر اللي هو ما يسمى بإعادة تدوير المياه واستخدامها واستعمالاتها، لأن ده من المحور الأساسي اللي بيخليني أوصل لكمية واحدة أقدر بيعمل بيها أكتر من استخدام. ودي طبعا الدول كثيرة ومن ضمنها مصر بتسعى في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة في تطبيقات مختلفة، وبالتالي قطرة المياه بنقدر نستعملها في أكتر من تطبيق. يعني بتبدأ الأول في الاستخدام الأدمي ثم الزراعي والصناعي وهكذا، وبالتالي أقدر أعظم القيمة من قطرة المياه في أكتر من استخدام. وده ما يطلق عليه الاقتصاد الدوار، إن أنا بستعمل المورد أو المصد أو المورد الطبيعي اللي هو حصل له نضوب ونعاني من نقصه أكثر من مرة، وبالتالي نقدر نتعامل مع الأزمات اللي بتمر بينا. ده طبعا بيدخلنا في ان احنا نكون عندنا القدرة في استيعاب المياه وإعادة تحليتها او اذا كنا بنعاد معالجتها عشان استخدامات مختلفة، ده جنبا الى جنب مع ما يسمى بالمصادر الغير نمطية للمياه سواء حصاد الامطار والسيول وتخزينها، بالاضافة للمصدر الثابت اللي نقدر نتكلم عليه اللي هو تحلية مياه البحر. طبعا في تكنولوجيات عديدة منه بتسعى الدول انها لتوطينها في بلادها، وانها ده يكون مورد من الموارد الإضافية إلى جانب المياه العذبة اللي بتكون مصدرها لإما الأنهار أو المياه الجوفية. لو اتكلمنا يا دكتور بجانب تحلية مياه البحر مقارنة بالتكنولوجيا النووية، من فيهما الأقل تكلفة والأكثر إفادة؟ يعني طبعا التكنولوجيا النووية أو المحطات النووية هي بتكون مصدر للطاقة. مشكلة تحلية مياه البحر هي عملية الطاقة، كمية الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج. احنا عندنا يعني تكنولوجيين محورين من التكنولوجيات بتتعامل مع تحلية مياه البحر، لإما عملية الأغشية أو الميمبرينز، والأغشية دي زي ما يعني متعارف عليه بيحصل فيها تطوير كبير أو حصل عليها تطوير كبير جدا في التكنولوجيات دي، بتستعمل طاقة في حدود من 3 ل 4 كيلو واط للمتر مكعب طبقا لنوعية الملوحة والمآخذ المياه اللي بيتم سحب المياه منها عشان نقدر عمليات التحلية. طبعا بيحدث تطوير فيها، ودي بقت اصبحت في الوضع الحالي هي التكنولوجيا او التكنولوجي الدوميننت او اللي هي بتشغل حجم كبير جدا من محطات تحلية مياه البحر. على الجانب الاخر كانت اللي هو معالجة مياه البحر عن طريق التبخير وباستخدام الطاقة، ودايما بنلجأ في هذا الحل كان بيتم اللجوء اليه في المحطات اللي هي بيكون عندهم طاقة وافرة وفي عندها حرارة مرتفعة، وده اللي بيكون فيه الطاقة النووية أو محطات الطاقة النووية أو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، وبالتالي بيكون عندي مصدر للحرارة بتساهم في عمليات التبخير، وبالتالي إنتاج الطاقة عن طريق أو إنتاج المياه العذبة عن طريق استخدامات الطاقة الحرارية. فعشان كده بنقول لإما عن طريق الأغشية أو عن طريق الحرارة الناتجة من محطات التوليد الكهرباء.
طبعا التكنولوجيتين يعني بيتنافسوا، ولكن الوضع الحالي ان احنا شايفين التكنولوجيا الاغشيه بتشغل حيز كبير نتيجه لامتدادها وتواجدها بشكل قوي وتطوير التكنولوجيا بحيث انها اصبحت دوميننت في اماكن كثيره جدا. وجود الطاقه الرخيصه او وجود الحراره بيمكن من الـ يعني المناوره ما بين التكنولوجيات وبيساعد في اننا يكون عندي اكثر من حل لتلبيه الاحتياجات. دكتور مصطفى ابقى معنا، سنعود إليك مرة أخرى، ولكن دعنا نذهب للمغرب حيث تخطط الحكومة المغربية لتحلية 1 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويا، وذلك لسد النقص في مياه الشرب والري، بينما تواجه البلاد موجة جفاف تعتبر الأسوأ منذ 3 عقود. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا من الرباط الدكتور محمد بن عبو مدير مركز البيئة المغربي. أهلا بك دكتور. يعني تحلية المياه تعد الإمكانية الوحيدة لمواجهة التطورات البيئية المستقبلية، حدثنا عن آخر مستجدات المشروع المغربي لتحلية المياه وخاصة بالدار البيضاء، وما هو المستهدف منه؟ بالطبع شكرا جزيلا على الدعوة في البداية. بالطبع التجربة المغربية هي تجربة رائدة في مجال يعني تحلية مياه البحر. أتكلم عن فترة السبعينات عندما يعني تم إطلاق عدة محطات لتحلية مياه البحر في عدة مدن، منها بوجدور، مدينة العيون، واليوم المغرب يطمح إلى يعني إنشاء حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر على مستوى المملكة المغربية في أفق 2030. بالطبع هذه 20 محطة هي ضمن المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال شهر يناير 2020. المشروع يعني يمتد على مدى 7 سنوات. هذه يعني هذا اليوم نحن نخلد الذكرى الأولى لانطلاق محطة الشوكة إتباه، محطة تحلية مياه البحر، وهي من بين أكبر المحطات لتحلية مياه البحر على مستوى القارة الإفريقية. اليوم هذه المحطة لوحدها تضمن الأمن المائي، ستزود حوالي 1,600,000 نسمة على مستوى منطقة أكادير الكبير، وستتضمن كذلك سقي حوالي 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وبالتالي سوف تحافظ على المياه الجوفية، المياه يعني التي استنزفت عن آخرها خلال السنوات الخمس الأخيرة التي عرفت جفافا حادا في المغرب يعني بسبب التغيرات المناخية. اليوم التغيرات المناخية توقع بضرارها على المملكة المغربية، وهناك يعني وصلنا لواحد إجهاد مائي جد مقلق، حوالي اليوم حوالي 600 متر مكعب لكل مواطن في السنة هي حصة المواطن من هذه المياه، في حين أننا كنا في فترة الستينات يعني نتوفر على حوالي 2,650 متر مكعب لكل مواطن، وهذا يعني تأثير التغير المناخي يظهر جليا على المملكة المغربية من خلال تناقص الموارد المائية. يعني خلال هذه المخطط اليوم نمتلك 9 محطات لتحلية مياه البحر، وخلال يعني السنوات القليلة المقبلة سوف يعني هناك عدة محطات أخرى سوف ترى النور، هي في طور الإنجاز اليوم، مثل محطة الدار البيضاء الكبرى التي سوف تحد من هذا العجز المائي يعني هذا الإجهاد المائي الذي تعرفه الأحواض المائية التي تزود الدار البيضاء الكبرى عبر إنشاء محطة كبرى على مستوى هذه المدينة الكبيرة، وكذلك على محطات أخرى بجانبها مثل مدينة الجديدة، مدينة أسفي والصويرة، وبالتالي هناك 22 محطة جديدة سوف يتم إنشاؤها في أفق 2027 سوف تحد من هذا شبح الجفاف الذي عم المملكة خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال اليوم يعني المملكة المغربية عرفت أمطار وثلوج جد مهمة، على الأقل حسنت من حقنا للسدود. اليوم نتوفر على حقنا شبيهة بالسنة الماضية حوالي 32%، لله الحمد لله. الحمد اليوم عندنا 1.5 مليار متر مكعب هي المياه المجمعة الصعيد السدود، اليوم نتوفر على 140 سد كبير، وهذه المياه هي في حد ذاتها يعني كمية مياه مهمة، ولكن الانفتاح للموارد المائية غير التقليدية في مقدمتها يعني المياه البحر التحلية ديالها هو في حد ذاته مشروع كبير وكبير جدا، ومشروع استراتيجي سوف يجنب المغرب كل هذه يعني السيناريوهات التي تنبأت بها مجموعة من التقارير الدولية في مقدمتها تقارير يعني مؤسسة البنك الدولي، تقارير كذلك المعهد العالمي للموارد المائية، وكل هذه التقارير تنص على أن الموارد المائية للمملكة المغربية سوف تعرف تناقصا جد مهم خلال السنوات القليلة المقبلة. دكتور محمد، إذن هل تعتقد أن التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه في الوطن العربي قادرة على مواجهة شح المياه في المنطقة العربية، أم لابد من وجود سبل أخرى لمواجهة أزمة شح المياه والجفاف، وما هي تلك السبل؟
طبعا على مستوى العالم العربي جل الدول العربيه اليوم تتوفر على يعني على واجهات بحريه سواء تعلق الامر على المحيطات او البحار، وبالتالي اليوم انفتاح على هذا المورد المائي الغير تقليدي هو في حد ذاته يعني وسيله من اجل ضمان الامن المائي والامن الغذائي للشعوب العربيه. اليوم نتكلم عن تقنيه اللي هي صديقه للبيئه، والتي اقرت مجموعه من التقارير الدوليه انها ليس لها وقع سلبي على المنظومات البيئيه وعلى المكونات البيولوجيه لهذه المنظومات البيئيه التي تنشا عليها هذه المحطات او هذه المعامل التي تهدف الى تحليه مياه البحر. وبالتالي واقع العربي اليوم اذا شفنا يعني اذا تابعنا الواقع ديال الانهار الكبرى على مستوى يعني منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا سوف نرى ان يعني مجموعه من الانهار الكبرى تناقص صبيبها بواحد الشكل جد ملحوظ خلال السنوات الاخيره، وبالتالي الانفتاح لهذه الموارد المائيه غير التقليديه يبقى من بين الحلول الاستراتيجيه من اجل ضمان الامن المائي والامن الغذائي للمواطن العربي. بالطبع يجب الاشتغال على اليه اخرى، يجب التفكير على الاستدامه ديال هذه الماده هذه الحيويه عبر الاشتغال على الاستعمال العقلاني والترشيد ديال هذه الماده الحيويه، يعني كيفما كان اننا وفرنا مجموعه من المعامل والمحطات اذا لم يكن هناك ترشيد لهذه الموارد المائيه يعني غنكونوا لم نصنع شيئا جديدا، وبالتالي يجب الاشتغال كذلك على التحسيس وعلى التوعيه في صفوف المواطن العربي من اجل الحفاظ على هذه الموارد المائيه التي تستقل سنه بعد اخرى بفعل تغير المناخ. ولكن حتى العامل البشري يلعب يعني يصنع يعني الاشياء الكبيره اذا يعني قمنا بترشيد هذه الموارد المائيه سوف نحافظ على الفرشه المائيه وسوف نضمن استدامه هذه الماده الحيويه لفائده الاجيال القادمه. دكتور محمد، دعني اذهب لدكتور مصطفى ونستكمل الحديث عن تحلية مياه البحر. إذا التحدي الحالي يكمن في التحلية الأكثر استدامة والأقل تكلفة، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ من خلال طبعا احنا في اي موقع بيكون عندنا مجموعه من البدائل، يعني وضع استراتيجيه شامله لتلبيه احتياجات المواطنين من المياه، سواء ان احنا زي ما زميل تفضل بان احنا المناطق الساحليه بنديها اولويه ان يكون مصدر المياه متاح او مصدر المياه المالحه او مياه البحر متاحه، وبالتالي بيبقى ده مصدر قريب من المحطات نقدر نستغله في انتاج مياه الشرب او المياه العذبه من خلال المسطحات موجودة في المناطق القريبة من البحار والمحيطات. طبعا المناطق الأخرى اللي هي بتكون داخل المحافظات اللي هي بعيدة عن البحر بيكون عندنا المياه بيسموه مياه جوفية، قد تكون مياه شروب أو مياه تكون ملوحتها تكون أقل من ملوحة البحر، فبيكون ده بديل آخر بنقدر نستعمله. طبعا البدائل المختلفة في التخطيط بيكون عندنا بديل مياه التحلية وعندنا البديل الآخر اللي يمكن استخدام برضو المياه اللي هي أقل ملوحة من كافي مياه جوفية، وده مصدر موضوع موجود عندنا في مصر في كثير من الدول، وبالتالي بيكون عندنا عديد من البدائل للتعامل مع منظومات التحلية. بالإضافة طبعا زي ما تحدثنا في البداية ان احنا عملية الإدارة الجيدة للمورد المياه، عملية الترشيد، عملية إعادة الاستخدام، عملية البحث عن جميع البدائل المتاحة في كل المدن اللي بيتم تخطيطها. طبعا إلى جانب التغيرات المناخية احنا مش عايزين ننسى البعد الأساسي اللي بيعمل ضاغط قوي جدا في عملية التخطيط اللي هو الزيادة السكانية اللي بيعاني منها العالم كله، بتراد احنا وصلنا 8 مليار، وبالتالي الاحتياجات السنوية على كل الموارد المياه العذبة بتزيد، وبالتالي الاحتياجات بتكون أعلى من حتى لو ثبات المقارنات بدون التغير المناخي، فإحنا عندنا أزمة شح شديدة في المياه نتيجة الأزمة السكانية، وبالتالي إحنا تحت واقع ضغطين أساسيين زيادة السكان بالإضافة إلى التغيرات المناخية، فبالتالي دي عاملة ضغط شديد جدا على منظومات التعامل مع الموارد المياه. وبالتالي إحنا بنرجع ونأكد نقول إن إحنا التعامل مع المنظومة بيحتاج مننا رفع الوعي وفي عمليات الترشيد و تقنين الاستخدامات. إعادة الاستخدام بقى جزء أساسي في أي منظومة احنا بنخططها سواء مدن جديدة أو مناطق صناعية، إزاي نعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وتطبيقات مفاهيم الاقتصاد الدوار والسيركلر ايكونومي. الجزء الثالث إن احنا المصادر الغير تقليدية، سواء إن احنا حصاد السيول الأمطار والمياه اللي بتنزل في أماكن بشكل متفرق، أو إن احنا رفع قدراتنا في عمليات التحلية. ممكن كل الدول خدت خطوات ومن ضمنهم مصر في وضع خطة شاملة لدخول محطات تحلية في المناطق الشمالية ومناطق
الشواطئ الساحلية عشان تستبدل الكميات والخطوط الطويلة بإمداد هذه الأماكن، بالإضافة إلى أن سد العجز والوصول إلى المقارنات اللي بيحتاجها كل فرد مع معدلات النمو اللي وصلت ليها مصر فوق 100 مليون، وبالتالي طول الوقت احنا في ازدياد ومحتاجين نحقق رغبات المواطنين في كميات المية. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك انها هي منظومة شاملة متكاملة، المخطط بيبقى عنده نوع من المرونة في التخطيط ان هو بيشوف الاحتياجات ويرشدها، بنشوف البدائل المختلفة وإعادة الاستخدام والاقتصاد الدوار، وفي نفس الوقت بنكون عندنا البدائل لإنتاج المية سواء سطحية سواء مية جوفية سواء مياه تحلية، وبالتالي بنختار البديل اللي هو له أكثر استدامة وفي نفس الوقت أقل كلفة في التشغيل، بالإضافة إلى قلة تأثيراته البيئية. تكلفة المتر المكعب للمية قد إيه؟ والله يعني احنا بنتكلم على تكلفة المية في التحلية، طبعا دي بتعتمد بشكل كبير جدا على سعر الطاقة في المكان، يعني بشكل عام احنا بنتكلم من 0.4 يعني نص سنت نص يعني 50 سنت للمتر مكعب طبقا تشمل تكاليف التشغيل والصيانة والإنشاء إلى 0.6 0.7، ده الرينج المتعارف عليه، وطبعا زي ما نقول المؤشر الأساسي ليها سعر تكلفة الطاقة في المكان. طبعا المحطات على حسب حجمها، احنا عندنا محطات متفاوتة في الحجوم، محطات صغيرة او السمول والميديوم واللارج والاكس لارج، بحيث انها بتبقى عندنا احجام كبيرة بتتقل شوية في التكلفة، ولكن طبعا حجم المحطات الضخمة اللي بتكون موجودة على المناطق او السواحل بترتبط ارتباط قوي جدا بطريقة سحب المياه والمآخذ اللي بتاخد منها، لان دي بتبقى كلفة عالية. في النهاية احنا بنتكلم على مع تطور التكنولوجيات ووجود تكنولوجيات تقدر تحل المشاكل التشغيلية و تقلل من سعر تكلفة الطاقة المستخدمة للمتر مكعب بالتكنولوجيا الحديثة، طبعا دي بتقلل شوية من التكلفة، وزي ما بنقول ان احنا افاق صناعة المياه فتحت كمان بعد تاني في عمليات التكلفة هو دخول القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، ودي رفعت من مرونة الجزء دون، وان احنا بقى عندنا القطاع الخاص بيخش بقوة كمستثمر وكمشغل اللي هو ما يسميها العقود اللي هي بي 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 او المشاركة المشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، في ان انا باخد عقود طويلة الاجل طويلة الأمد بتديني سعر ثابت، وفي نفس الوقت هو بيتحمل كلفة التشغيل والصيانة وأداء المحطة بديناميكية عالية، وبتعود المحطة في الآخر بعد مدة من 20 ل 25 سنة المنية. دي طبعا أنا بقول ده جانب دخول القطاع الخاص في التكنولوجيا والتشغيل، دانا فرصة ومرونة إن احنا نصل إلى عمليات تحسين الكفاءة والأداء والمنافسة القوية ما بين الشركات عشان نقدر نطلع أقل كلفة من تكلفة المتر مكعب، ودي أفادت السيكتور. أنا بقول صناعة المياه في منطقتنا تكون صناعة واعدة جدا في كل مرحلة، سواء محطات التحلية، محطات إعادة الاستخدام، محطات تجميع، وهيكون ده نوع من الصناعات اللي هتكون من تشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دول كثيرة في منطقتنا. دكتور مصطفى دعني أذهب لدكتور محمد. دكتور محمد، دكتور مصطفى أشار سريعا إلى التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في تحلية مياه البحر، ما هي أبرز هذه التكنولوجيا؟ طبعا نتكلم اليوم في اطار التكنولوجيا الحديثه لتحليه مياه البحر عبر وضع هذه المياه المالحه ويعني وتحليتها، وتعود مياه يعني حلوه عذبه، ولكن اذا قارناها مع المياه المجمعه في الاحواض المائيه والمسطحات المائيه الكبرى يعني تتطلب تكلفه ماليه يعني باهظه من اجل انها تكون في نفس القيمه الغذائيه والقيمه المائيه التي يتطلبها يعني الجسم الانسان، ولكن اذا كانت تستعمل الى المجال الزراعي فهذا يعني استعمال اخر. وبالتالي اليوم يعني عندما نتكلم عن هذه التكنولوجيا فهي التكنولوجيا التي تسهر عبر استعمال الطاقات النظيفة حتى تكون تكلفتها كما قال الدكتور تكلفتها أقل، لأن اليوم نتكلم عن تقريبا بالدرهم المغربي 10 دراهم المتر مكعب كمية محلات، وهو يعني ثمن أو تكلفة اللي هي على الصعيد العالمي تعد من يعني من التكاليف يعني المنخفضه عبر استعمال اليات الطاقه المتجدده، لاننا نتكلم عن الجهه المغربيه هذه المحطات الكبرى التي تستعمل الطاقه الريحيه او الطاقه الشمسيه، خصوصا الطاقات الريحيه فهي تخفض من هذه التكلفه، وبالتالي اليوم نقدروا نتكلموا على انتاج كذلك طاقات بديله اخرى انطلاقا من هذه تحليه مياه البحر. نتكلم اليوم عن الهيدروجين الاخضر اللي عبر هذه الاستعمال الثلاثي يعني تحليه مياه البحر واستعمال طاقات نظيفه ممكن ان نشغله عبر تفكيك هذه الجزيئات المائيه
يعني بطرق علميه صديقه للبيئه عبر استخراج هذا الهيدروجين، وبالتالي يكون يعني تم الحصول على آلية او على يعني واحد الوقود بديل لهذا الوقود الاحفوري. وبالتالي عندما نتكلم عن هذه الآليات فهي لتحليه مياه البحر، فهي يعني حجر نضرب به عصفورين، فنحن في نفس الوقت نحلي المياه ونضمن الامن الغذائي والامن المائي كذلك عبر سقي الالاف من الهكتارات، وكذلك في نفس الوقت ممكن اننا ننتجوا طاقه نظيفه عبر استعمال هذه الطاقات النظيفه والتجارب الرائده في الدول يعني الشرق الاوسط. اذا الاعتماد بشكل اساسي على الطاقه الجديده والمتجدده. ابقى معنا دكتور محمد ودكتور مصطفى، سنذهب الان الى بيروت حيث ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ دوميت كامل رئيس حزب البيئه العالمي. اهلا بك استاذ دوميت، يعني ما الطرق التي تتبعها لبنان في مواجهه الجفاف الناتج عن التغيرات المناخيه؟ ما سمعت السؤال، لو عجبتك استاذ دوميت هل تسمعني؟ نعم سمعتك. هلا حدثنا عن الطرق التي تتبعها لبنان لمواجهه جفاف الناتج عن التغيرات المناخيه. اولا الامن المائي بالمنطقه العربيه كله مهدد لانه تسبب التغير المناخي، وهي المنطقه ان كان دول شمال افريقيا او الدول العربيه ككل هي دخلت ضمن النطاق الاحترار العالمي، ودخلت بتغير مناخي عالمي، واضافه الوضع الخطير اللي عم نعيشه واللي هو بدون اي مواجهه يوجد كميات ماء طبيعيه هائله جدا وتكفي لبعض مناطق كثيره. اذا اخذنا لبنان عندنا هطول امطار سنوي بحدود ال 10 مليار متر مكعب، وهالامطار هيدي بتغذي الينابيع وتغذي المياه الجوفيه والانهار وكل ما يلزمه للسكان. ولكن وين الوضع الخطير؟ تحولت المياه الجوفيه للصرف الصحي بموجود اكثر من 100,000 بئر ارتوازي للصرف الصحي، وايضا الانهار تحولت لصرف صحي مكشوف وصرف صناعي. وهون الخطر الاكبر انه اذا في حال دمرنا هالثروه الهائله المائيه عبء خطر كثير كبير. ولا شك نحن باعتبارا من 2020 بلشنا بوضع خطط المواجهه كحزب البيئه العالمي وخبراء حمايه الصحه والبيئه العالميه مع عده جهات من اجل اعاده الحياه المائيه كما كانت عليه بمنتصف القرن الماضي، انه تكون انظف مي وتكون كميات مي كافيه للبنان وللجوار. ولا شك المياه اليوم المتساقطه بلبنان تكفي الخمس دول المجاوره للبنان، لانه الكميات المي اللي عم تنكب بالبحر دون اي معالجه ودون اي استفاده منها، هذا موضوع خطير جدا. الامن المائي بالمنطقه العربيه مهدد. اذا اخذنا نهر دجله، نهر فرات، نهر النيل، انهار لبنان وانهار اخرى، كلها دمرت. اذا استاذ دوميت، ماذا عن تجارب لبنان في تحليه المياه خاصه؟ تحليه المياه بلبنان غير وارده كليا، لانه اولا مكلفه، واللي بيعرفوا شو معناتها تحليه المياه ونتائج المياه اللي بتطلع من التحليه انه خاليه من الانظمات كليا وفيها شوائب وما هنالك. لبنان عنده انظف مي بالعالم، انظف مي بالشرق الاوسط موجوده، عندنا المتساقطات هي زيروتا دي اس، المتساقطات البي اش 7.5، اللي عندنا انظف 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 مياه موجوده، منا بحاجه نهائيا للتحليه، لانه التحليه بلبنان المكلفه الدوله المنيه في حال قررت التحليه غير مكلفه. انا بعطي مثل بسيط، احدى الدول العربيه عندها اكبر شبكه تحليه مياه، ولكن عم بتحط ثلث انتاجها البترولي لتحلي مي، مما يتسبب بوضع خطير جدا، تساهم باحتباس حراري، تساهم بتغير الكتل الهوائيه بسطح الكوكب، تلوث خطير. فلذلك نحن امام خطر حقيقي. الامن المائي العربي بحاله تدهور، وطالب كعلماء البيئه انه يعطوا دور لعلماء البيئه بوضع استراتيجيات المطلوب، استراتيجيات حمايه الامن المائي، استراتيجيات حمايه البيئه بامور كثير كبيره. ولكن لحد اليوم علماء البيئه بالمنطقه العربيه معظمهم قاعدين، ما حدا بيتد يخلقهم. علماء البيئه بالمنطقه العربيه يجيهم عروض كثير الدول العالميه. حان الوقت نحن لنعرف كيف بدنا نحط الخطط، واطالب هون اطالب الملوك ورؤساء الدول العربيه
إلى الوضع المائي نظرة خاصة، لأنه الحياة كلها ماء، الحياة كلها بدون ماء ما في حياة، لا حياة بشرية ولا حياة زراعية ولا آخره. والخطر الأكبر أنه منطقة كعالم كدول العالم ككل، معظم دول العالم قاطعة بخطر التلوث العالمي وخطر استراتيجيات المفقودة بدول العالم، العالم الثالث بالأحرى. نحن كمنطقة عربية عندنا الإمكانيات المادية وعندنا اليدات اللي قادرة تحطها استراتيجيات، فلذلك حان الوقت نوضع على نوضع خطط علمية لحماية شعب هالمنطقة وتأمين وحماية للثروة المائية لنأمن رفاهية وحياة المطلوبة. إن شاء الله. الأستاذ دوميت كامل رئيس حزب البيئة العالمي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. والآن عودة لضيوفنا الكرام دكتور محمد بن عبو ودكتور مصطفى، أهلا بكم مرة أخرى. يعني دكتور مصطفى، هناك تقارير تحذر من الآثار البيئية السيئة التي يمكن أن تنتج نتيجة الاعتماد بشكل كبير على المياه المحلاة، ما دقة هذه الأقوال؟ طبعا من أهم السلبيات لمحطات التحلية اللي هو عملية البراين ديسبوز أو المياه اللي بتنتج، بيكون أنا بنتج مياه مالحة وبيتبقى الملح في صورة مكثفة، إعادة نشره مرة أخرى في المناطق البحرية بيحتاج تصميمات خاصة لما يسمى بنقط التصرف الآمن من هذه المياه. يعني أنا بيكون كل متر باخده بطلع منه نص هذا المتر مية عذبة، وفي كمية المتبقية بتكون شديدة الملوحة ضعف مياه البحر. إن لم نأخذ الجزء ده بالاعتبار بشكل جيد، بيبقى احتاج إنها تصميمات مخارج والتصرف من مياه الناتجة من عملية التحلية بشكل آمن عشان ما تؤثرش على البيئة البحرية وما ترفعش درجات الملوحة في المكان اللي بنسحب منه أو اللي بيكون مصدر للمياه لو الأنهار أو لو البحار أو المناطق اللي بسحب منها مناطق مغلقة لم يأخذ تأثيرها. ده الجزء الأساسي من التأثير السلبية. طبعا الجزء الآخر ليه استخدامات الطاقة المكثفة في هذا الجزء، ولكن احنا طول الوقت في الجزء اللي احنا بنتعامل معاه، احنا بنتعامل مع مواقف لازم نرفع منها من قدراتنا. احنا طول الوقت بنحاول ندور على البدائل اللي ممكن احنا اننا اوصل بيها للحل، لان انا المياه لابد من ان انا انتجها. كل اللي بيتم تطويره في التكنولوجيات لاما تقليل كميات الطاقه المستخدمه للانتاج المتر مكعب الواحد من خلال تطوير الانظمه الاغشيه واعاده تدوير الطاقه في او الضغوط اللي موجوده في اثناء التحليه، والجزء الاخر ان انا استخدام زي ما حضرتك تفضلتوا على الطاقه البديله او الطاقه الخضراء في انتاج المياه، ويمكن ده بيكون مصاحب دايما لمحطات توليد الطاقه. طبعا انا بقول ان المجال متسع، في ان احنا بيحصل طول الوقت تطوير للتكنولوجيات عشان تواجه او تقلل التاثيرات السلبيه بتاعتها، بس في نفس الوقت احنا تسارع الطلب على الكميات المياه محتاج ان احنا نتحرك بكل سرعه في الاتجاهين، اتجاه الانتاج، وان انا احقق واعمل خطط عشان اقاوم الجفاف، وفي نفس الوقت يكون عندي نوع من المرونه عشان اقابل الطلب المتزايد، وفي نفس الوقت ان انا بنطور في التكنولوجيات عشان تقلل المخاطر اللي موجوده عليها في وتأثيراتها السلبية. وبكل وضوح ان طبعا التأثيرات السلبية او الامباكت بأي تكنولوجي بيكون متواجد. احنا دورنا سواء الجانب العلمي او الناس الاكاديميين والناس اللي في الصناعة، ان احنا من خلال القوانين والمعايير البيئية ان احنا نحاول نقلل التأثيرات دهيا ونطور التكنولوجيا. برجع تاني وبقول وجود القطاع الخاص ودخوله في مجالات التصنيع ومجالات الانتاج بشكل متكامل بيتيح لنا فرصة كبيرة جدا. يمكن مصر برضو طرحت الطرح الاخير كانت بتطرح برضو دخول كميات محطات التحلية بنظام الطاقة النظيفة، وكنا بنشوف من خلالها مدى استجابة القطاع الخاص والشركات الانفسترز والمساهمين في ان هم يحققوا الطلبين، ازاي اوصل لكميات مية المطلوبة بطاقة نظيفة. وده طبعا هيبقى زي ما قلت حضرتك مجال خاص بتطوير التكنولوجيات وتطوير برضو اساليب التمويل واساليب التنفيذ واساليب التشغيل، عشان في النهاية
النهايه المنافسه هتكون شديده بهذا الامر، وفي نفس الوقت ان احنا قد نضطر الى دخول المرحله التي تليها، وان احنا بعد ما نقدر نغطي الاجزاء الخاصه بمياه الشرب يا ترى هنقدر نغطي احتياجاتنا من الزراعه والكميات المطلوبه بنفس التقنيات. من هنا دكتور مصطفى دعني اذهب لدكتور محمد واساله عن توقعاته في الفتره المقبله لحاله القطاع المائي والزراعي نتيجه هذه الازمه التي يعاني منها العالم. طبعا التوقعات هي تبنى على التقارير يعني الدوليه اليوم، التقارير ديال الهيئه المتحده، يعني التقارير ديال هيئه علماء المناخ في يعني في جانب التغيرات المناخيه، يعني والسرعه اللي ماشيه بها التغيرات المناخيه على الصعيد العالمي، وتضع يعني منطقه الشرق الاوسط وخصوصا الحوض المتوسطي من بين يعني المناطق الاكثر دفئا والاكثر تعرضا لهذه الظاهره، ظاهره تغيرات المناخ. وبالتالي الى لاحظنا ان هذه السنه هذه يعني نفس السيناريو التي عاشته دول جنوب اوروبا من ناحيه الخصائص المائيه، من ناحيه الاجهاد المائي لمعظم الانهار، يعني دول جنوب اوروبا او شمال افريقيا يعني التي تنتمي الى منطقه الحوض البحر الابيض المتوسط، كانت تعاني من اجهاد مائي ومن جفاف حاد هذه السنه، وبالتالي نفس الخصائص المناخيه اصبحت تعيشها، ونفس الاضرار او التبعات المناخيه اصبحت تعيش على ايقاعها. اذا كانت هناك حرائق غابات فالجميع دول الحوض تعيش نفس الظاهره، اذا كان هناك جفاف، اذا كانت هناك ارتفاع درجه الحراره لا ديال اليابسه او حتى ديال يعني المياه البحر الابيض المتوسط التي ترتفع يعني درجه حرارتها سنة بعد أخرى بفعل هذه التغيرات المناخية. واليوم نتكلم عن الواقع للإجهاد المائي مع ارتفاع يعني العدد يعني الساكنة ديال العالم، كما ذكر الدكتور نحن اليوم في حدود 8 مليار نسمة، وبالتالي نتكلم عن واقع آخر يعني الانهيارات الكبيرة والذوبان السريع للأنهار الجليدية التي تضمن هذا يعني الخزان المائي الكبير لمجموع ومعظم دول العالم، منها دول شرق آسيا والدول يعني القرن الإفريقي وحتى دول أمريكا اللاتينية. يعني تابعنا خلال الأيام القليلة المقبلة يعني حالة الجفاف التي عاشت هذا يعني الأرجنتين ومجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية، وهذا في حد ذاته يبرز أن تغير المناخ اليوم لم يعد يعترف بالدول الأكثر وفرا للمياه أو الأكثر جفاف، وبالتالي هي ظاهرة تؤثر على جميع الدول سواء الدول الغنية أو الدول الفقيرة. دكتور محمد بن عبو مدير مركز البيئة المغربي كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول أيضا لدكتور مصطفى بدوي رئيس وادي العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، والخبير المائي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. الآن مشاهدينا الكرام فاصل ونتابع بعده نقص أزمة نقص احتياطات المياه في القارة الأوروبية، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. هنا القاهرة عاصمة الخبر. أصبح الوضع المائي في أوروبا محفوفا بالمخاطر وينذر بكارثة مائية منتظرة بسبب نضوب احتياطات المياه الجوفية، وخلال أشهر صيف عامي 2018 و2019 كان هناك نقص كبير في المياه بوسط أوروبا، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك ارتفاع كبير في مستويات المياه الجوفية مع استمرارها بالانخفاض. وكشفت دراسة حديثة تم إصدارها مؤخرا أن الجفاف الشديد يؤثر على الزراعة في القارة ويؤدي إلى نقص كبير في الطاقة، حيث أثرت مجاري الأنهار الجافة والاختفاء البطيء للمياه الراكدة بشدة على الطبيعة والبشر. للمزيد من المعلومات حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس دكتور حسان التليلي المتخصص في قضايا التنمية والسياسات البيئية. أهلا بحضرتك يا دكتور، برأيك ما الأسباب التي تقف وراء نقص المياه الجوفية في القارة الأوروبية؟ في البداية تحياتي إلى السادة والسيدات المشاهدات قناة القاهرة الإخبارية. طبعا القارة الأوروبية ليست اليوم في منأى عن انعكاسات التغير المناخي، وهذه القارة كان الناس فيها يعتقدون من قبل أن الماء موجود على امتداد السنة، وصحيح أن
لأوروبا معينا مائيا مهما. فلدى الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي تقريبا 100,000 معين للمياه السطحية وحوالي 12,000 معين للمياه الجوفية. ومع ذلك فإن السنوات الأخيرة أثبتت أن حدة الجفاف، فترات الجفاف الحادة، أثرت سلبا في منسوب المياه السطحية وفي منسوب المياه الجوفية. لاحظنا مثلا في الصيف الماضي أن أنهارا كثيرة جفت في كثير من مواضعها، منها مثلا نهر الراين الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية أو أحد شريان الحياة الاقتصادية في المنطقة الأوروبية. وهذا النهر يعني طوله 1200 كيلومتر ويشق وينبع من سويسرا ويشق فرنسا وألمانيا ويصب في الساحل على في هولندا على ساحل بحر الشمال. هذا النهر فعلا كان منذ القرون الوسطى شريانا لأنه ينقل البضائع وينقل الناس، ولكنه لوحظ في الصيف الماضي أن بعض مواضعه جفت تماما حتى أصبح الناس يمشون على مجرى هذه المياه. وبالتالي أثر التغير المناخي أصبح واضحا بشكل واضح على القارة الأوروبية، وكان في البداية يقتصر على بلدان أوروبا الجنوبية مثل فرنسا والبرتغال وأسبانيا وإيطاليا، ولكنه لوحظ أن فترات الجفاف هذه أصبحت تطال بلدان أخرى تقع في الشمال الأوروبي، وبالتالي أصبحت إشكالية الموارد المائية إشكالية مطروحة اليوم في العملية التنموية في أوروبا كلها وليست فقط في بعض البلدان. إذن دكتور، ما الجهود التي تقوم بها الهيئات المختصة لمواجهة هذا الجفاف؟ الواقع أن هناك عدة إجراءات اتخذت. من هذه الإجراءات التي اتخذت في البلدان الأوروبية إغلاق بعض المحلات أو مثلا ملاعب الجولف أغلقت في الصيف، في كثير من المسابح أغلقت في الصيف. هناك أيضا إجراء آخر بدأ يأخذ مجراه اليوم، وهي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها ولا سيما المياه الرمادية. يعني هناك بلدان في العالم تقدمت كثيرا في هذا الشأن، مثلا سنغافورة في الولايات المتحدة، ولاية كاليفورنيا يضرب بها المثل. في المنطقة الشرق الأوسط إسرائيل، يعني حوالي من 80 إلى 90% من مياه الصرف الصحي يعاد استخدامه ويعاد استخدامها بعد معالجتها. في أوروبا هل هناك آثار سلبية نتيجة هذا الأسلوب؟ نعم، في أوروبا هذا يعني معالجة مياه الصرف الصحي لم تكن تطرح من قبل، لأن أوروبا كانت تعتقد أن المياه موجودة بكميات وافرة على طول السنة، ولكنه لوحظ اليوم أن مياه الصرف الصحي ولا سيما المياه الرمادية لا تعالج إلا بنسب قليلة. يعني مثلا في أهم بلد في أوروبا هو إسبانيا يعالج حوالي 14% من هذه المياه، في إيطاليا النسبة 8%، في فرنسا هذه النسبة لا تتجاوز اليوم إلا 1%. وبالتالي من الإجراءات الجديدة والتي تدعو إليها المفوضية الأوروبية أي الجهاز التنفيذي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي هو الاهتمام بهذا الجانب، لأنه يلبي حاجة كبيرة مثلا في المجال الزراعي، لا لري الحبوب ولكن لري مثلا الأشجار المثمرة، لغسل المدن أو لتنظيف المدن. كثير من المياه كانت تهدر من قبل، مياه المسابح كانت تهدر، الآن في كثير من بلديات الفرنسية والإيطالية والإسبانية أصبحت تستخدم مياه المسابح عند استبدالها لتنظيف شوارع المدن. هذا إجراء. دكتور حسين، حضرتك أشرت القطاع الزراعي، أود الحديث هنا عن مدى تأثير جفاف المياه على قطاع الزراعة في القارة، وما هي المحاصيل الأكثر تأثرا نتيجة هذا الجفاف في القارة الأوروبية؟ بطبيعة الحال الحبوب تأتي في مقدمة هذه المزروعات التي طالتها فترات الجفاف، وأيضا بعض الخضروات
وارتفاع أسعار بعض الخضروات اليوم في السوق يعود بطبيعة الحال إلى الأزمة طبعا التضخم، ولكنه يعود أيضا إلى أن الكميات التي تطرح في الأسواق أقل بقليل من الكميات التي كانت تطرح من قبل، بسبب بسيط هو أن المياه أنها لم تنتج بالكميات المطلوبة. وددت أيضا أن أتوقف عند إجراء وهو لا يهم أوروبا فقط بل يهم كل العالم، ولا سيما العالم العربي. هناك اليوم حرص شديد في دول الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في مياه الصنابير التي في البيوت، يعني الصنابير الموجودة في البيوت العربية وفي كثير من البيوت الأوروبية صنابير مصرفة في استخدام المياه. هناك اليوم التكنولوجيا أثبتت أنه بالإمكان استحداث صنابير يعني تؤمن تقريبا 50% من توفير المياه بنسبة 50% ولا تكلف كثيرا وتباع في الأسواق. وهذا الإجراء مهم أساسي، لأن ترشيد استخدام المياه يبدأ في كل مكان، ويبدأ بالبيت عندما نفتح الحنفية لنغتسل، فهو إجراء مهم جدا للحفاظ على الموارد المائية واستخدامها استخداما حسنا. هذا الإجراء بدأ يأخذ مجراه ولكنه لا يزال محتشم، ولا بد، والمفوضية الأوروبية تدعو الدول الأوروبية إلى التدخل حتى وإن قدمت مجانا لآلاف الأسر الفقيرة هذه الصنابير الجديدة وكلفتها ليست مرتفعة جدا. هذا أيضا دول الاتحاد الأوروبي أيضا تفكر، ولكن الحقيقة الإجراء يتطلب سنوات كثيرة. لا بد في العالم من تغيير سلوكيات الإنتاج وسلوكيات الاستهلاك. لا يمكن لأوروبا اليوم ولا سيما لبلدان أوروبا الجنوبية أن تستمر في زرع مزروعات تتطلب مياه كثيرة. يعني مثلا هناك اليوم بعض التجارب في دول الاتحاد الأوروبي لزراعة الكينوا، وهي زراعة أتت في الأساس من بلدان أمريكا اللاتينية، ولا تتطلب زراعتها كميات كبيرة، وفيها فوائد غذائية مهمة بالنسبة إلى الإنسان. وهذه التجربة أيضا ليست حكرا على البلدان الأوروبية، بل إن العالم العربي مدعو أيضا إلى إعادة النظر رأسا على عقب. إذن كل هذه السلوكيات لابد تطبيقها في الدول الأجنبية والعربية أيضا. الدكتور حسان التليلي المتخصص في قضايا التنمية والسياسات البيئية، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. هنا القاهرة عاصمة الخبر. مع تزايد اهتمام كافة دول العالم بتأثيرات التغيرات المناخية التي أصبحت خطرا حقيقيا يهدد مستقبل كوكب الأرض، بات الكثير يتساءلون حول آلية تمويل المنظمات العالمية كالأمم المتحدة وغيرها لمواجهة هذه التأثيرات، وطرحوا تساؤل كيف تساعد الأمم المتحدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية المدمرة. ومنذ أيام قليلة مضت تم الإعلان أن كينيا تقود تحالفا إفريقيا رافضا لرئاسة مسؤولة أمريكية لصندوق المناخ الأخضر بالأمم المتحدة بسبب الفشل في ملف تعويضات المناخ المعني بالدول الأكثر تأثرا وخاصة الدول الإفريقية. وللمزيد من التحليل حول هذا الموقف الإفريقي ومن الدول النامية ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة ساو باولو البرازيلية الدكتور حسان الزين الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. بداية حدثنا عن آلية عمل صندوق المناخ الأخضر بالأمم المتحدة لمواجهة تأثير التغير المناخي خاصة الدول النامية. يسعد صباحك وصباح مشاهديك الكرام ومستمعيك. الدول الأفريقية والدول الفقيرة، التعامل ما بين الشمال والجنوب وخاصة ما بين الدول التي استفادت كثيرا من
يعني من النفط الاحفوري ومن الطاقه الاحفوريه، وهي مستوجب عليها ان تدفع ما يمكن تسميه تداعيات والخساره والاضرار. في المؤتمرات السابقه كان هذا النقاش لا يطرح على الطاوله بشكل جدي، اما الان بدا يطرح بشكل اكثر يعني الحاحا واكثر قوه، وخاصه بعد المؤتمر الذي حصل في مصر. الآلية التي تعتمد في الأمم المتحدة، هناك آليات متعددة طبعاً، عن هناك عبارة عن إنشاء صندوق، قد يمكن إنشاء صندوق لهذا الموضوع، ولكن الآليات هي أولاً بتحويل الأموال التي يتم جمعها من الدول التي اتفقت عليها في اتفاق باريس منذ سنوات، وهذا لن يطبق، بحيث أن الميزان ما بين الميزانية الأمريكية والتدخل الأمريكي في هذا الموضوع، بناحية أن أقل من مليار دولار أعطيت إلى هذه الدول الأفريقية والدول المتضررة والدول الفقيرة، بينما أوروبا يعني أعطت ما يقارب 11 مليار، اليابان شاركت بشيء من ذلك، لكن أن هذه آلية هذه الأموال التي نسبت لهذه الدول تعتمد على الكثير من التحديات، ومنها التحدي الفساد. هناك كثير من الأمور التي تقال حول الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة استراتيجيتها في التعاطي مع هذا الموضوع. الاستراتيجية الأولى أن هناك وعود أمريكية كثيرة، وهذا ما طرحه الرئيس بايدن حينما قال أن هناك 11 مليار. أولاً، النظام الأمريكي والسياسة الأمريكية المتأرجحة ما بين الخروج من الاتفاق العام 2017 وما بين وعود أمريكا يقطع الكثير ما يطرح في الكونغرس وما بين القوى الديمقراطية والجمهورية. وهذا ما ينعكس على الأمم المتحدة. هذا أولاً. ثانياً، التحديات التي يطرحها الآن كينيا والدول الأفريقية هي تحديات واقعية وتحديات مهمة، لأنها هي أكثر تأثراً، بمعنى أن القانون الذي حصل بالنسبة لقانون التضخم الأخير هو يعني بأن أمريكا المتحدة الأمريكية كما يقول الأوروبيون الآن دكتور حسين، سريعا دعني أسألك آخر سؤال، لماذا تقود كينيا تحالفا إفريقيا رافضا لرئاسة مسؤولة ملف المناخ بوزارة الخزانة الأمريكية لصندوق الأمم المتحدة للمناخ؟ لأن بكل بساطة الولايات المتحدة الأمريكية لم تطبق شيئا من هذا الموضوع، تعد هذه الدول والدول الأفريقية هي أكثر تضررا من هذا الموضوع بجميع تداعياته الإنسانية على الإنسان وعلى البيئة والفيضانات، لذلك الدول الأفريقية معنية أكثر من غيرها بما تملك من طاقات لا يمكن أن تستثمرها بعدين إلى صرف قوانين عالمية أخرى وتحديات عالمية أخرى، كما تعلمين سيدتي بأن هناك الحرارة في العالم أم تحديات لهم، حيث يقولون بأن التخفيف والتكيف مع هذه ارتفاع الحرارة 1.5 للعام 2050 ما بين العام 2050 و2030، لذلك الدول الأفريقية هي معنية أكثر، وخاصة في كينيا، رغم أن التجاذبات السياسية في أفريقيا، ويمكن أن يكون الموضوع أكثر من ناحية أن خلاف أوروبي أمريكي على الأراضي الأفريقية، خلاف صيني أمريكي على الأراضي الأفريقية ممكن أن يطرح هذه الأمور، ولكن من ناحية منطقية الدول الأفريقية لها الحق، وخاصة كينيا وهذه الدول المحيطة بها لها الحق، بمعنى أنها لها الحق أن تطرح كثير التساؤلات، لأنها لا تصل إليها أي شيء وأي دولار وأي درهم بالنسبة إليهم، لذلك لهم. نتمنى أن الدول الأجنبية وأمريكا ستفي بتعهداتها المالية تجاه الدول الفقيرة والنامية. دكتور حسين الزين، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من ساو باولو برازيلية، شكرا جزيلا لحضرتك لكل هذه المعلومات. وبذلك مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من مستقبل العالم، ودائما لقاؤنا يتجدد الخميس، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.